السلام عليكم يا أمي. حياك الله يا أمي. أمي هذا أطفالك الأيتام. كيفك عمو هاش اسمه؟ مهدي يا أنت ايش اسمك عمو؟ شهد من نعمة. أمي كيف شوفت والدهم؟ الله يرحمه يا رب. أمي عندك كم ولد؟ عندي ولدين. ولدين ولد وبنت. الله يخليك يا رب. يا أمي مين بقدم لهم؟ مين بيجيكم؟ مرحبا عمو شهد. انتبه يا صف يا عمو. صف الاول. يا خيتي نحن الان سوف نقدم لشهد كفالي يتيم. بالاضافة الى كفالة يتيم كفالة تعليمية. يعني من اجل تعليم الطفل الشهد في المدرسة. تتضمن اقساط لباس يعني. مبلغ مالي تكفيها ان شاء الله مصاريف التعليم ان شاء الله رب العالمين. هذه الكفالة مقدمة من الاخ راني وليد عواد الكفالة الثانية. الله يعطي الفاتحة. الله يجزيك الخير. الله يوفقه يا رب ويخلي لأولاده ويحن عليه يا رب. اللهم امين يا امي. اللهم امين يا رب. حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امي تسمع فيها لصفتي. حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وذلك لقرب مكانة كافل اليتيم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا أمي هذه الكفالة بتعينكم في أمور حياتكم. بالإضافة بتكون عون لشهودي بتعليمها لتبلغ أغلى أعلى المراتب إن شاء الله. وبتكون فخر لكم إن شاء الله تعالى. اللهم آمين يا أمي. اللهم آمين يا رب. بالهنا إن شاء الله يا أمي. آمين يا رب.